وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من مشعر عرفات موفد أكسترا نيوز همام مجاهد. همام، برحب بك، كل عام وأنت بخير بداية، وطبعا ربنا يتقبل منكم جميعا. دعني أبتدي معك من موسم الحج، هذا العام هو الأكبر ربما منذ كورونا. لو تطلعنا همام بداية عن الأجواء بشكل عام هذه السنة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية لضمان صحة وسلامة الحجاج، خاصة بعد تقليص الأعداد لفترة طويلة. نعم، بداية دعيني أشرح لك الصورة. أنا الآن في عرفات لكني بوسط الجموع أو جموع الحجيج ذاهبين إلى مزدلفة. هؤلاء الحجاج الذين والذي وصلت أعدادهم إلى 1 مليون حاج هذا اليوم أو هذا الموسم لأول مرة منذ عامين، بدأوا قبل أكثر من نصف ساعة في النفير من عرفات التي قضوا فيها نهارهم إلى مزدلفة التي يبيتون فيها، ثم يذهبون إلى منى. الأمور تبدو منظمة إلى حد كبير، منهم من هم مرتجلين من عرفات إلى مزدلفة تقريبا 8 كيلومترات، ومنهم من هم راكبين في حافلات وسيارات لهم طرق مخصصة. بينما هذا الطريق الذي أقف فيه في وسط هؤلاء الحجيج هو مخصص للحجيج الذين يمشون والذين يهرولون في طيب. فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه، المملكه العربيه السعوديه اتخذت اجراءات احترازيه مكثفه من اجل الحيلوله دون انتشار فيروس كورونا التي حدث في السنوات الماضيه او كما حدث في السنوات الماضيه، او تخوفا من انتشار فيروس كورونا بين الحجيج، منها على سبيل المثال ما يتعلق قبل بدء موسم هذا الحج من ضروره ان ينال كل حاج يدخل الى المملكه العربيه السعوديه لقاح معتمد للقاحات كورونا وغيرها من الاجراءات التي ربما تضمن سلامه هذا الموسم والوصول الى حج صحي وحج امن. وزاره الداخليه المصريه ايضا وهي المشرفه على بعثه الحج الرسميه هذا العام قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازيه والاجراءات التنظيميه من اجل سلامه الحجيج او الحجاج المصريين في تحركاتهم وفي اداء نسكهم، سواء كان ذلك في المدينه او في مكه او هنا في عرفات او بعد ذلك ربما بعد قليل في مزدلفه ومن ثم الى منى ومن ثم مره اخرى الى مكه. كما تسمعين ربما هؤلاء الحجيج يكبرون ويهللون فرحين بما اتاهم الله من فضله، وقفوا هنا في عرفات وهم الان يذهبون الى مزدلفه وبعدها الى منى. الامور تبدو ميسره بشكل كبير سواء من السلطات السعوديه بشكل عام او حتى بالنسبه للمصريين، بالنسبه لوزاره الداخليه وبعثه الحج المصريه. بالنسبه للحاله الصحيه للحجاج المصريين تبدو مستقره الى حد كبير، صحيح ان درجه الحراره كانت مرتفعه بشكل ربما يقارب ال 45 درجه مئويه في النهار، لكن الان الاجواء تبدو جميله للغايه في بعد غروب شمس هذا اليوم وفي النفير من عرفه الى مزدلفه. ترين ربما في هذه السيارات حتى سيارات الشرطه من ورائي تسير بالامام، تسير امام الحافلات التي تقل الحجاج وتنقلهم من هنا من مشهد التي تقل الحجاج وتنقلهم من هنا من مشعر عرفات الى مشعر مزدلفه. اليك الكلمه. نعم، بشكرك همام مجاهد موفد اكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك. طبعا ربنا يتقبل منكم جميعا وجزاكم الله خيرا.